السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شايف معانا موقع سهل جدا لربح الدولار، الحد الأدنى للسحب 50 سنت، وبيقبل محفظة البير وكذا محفظة أخرى يا شباب. الموقع ده شكله من خارج يا شباب. الموقع الشغل عليه سهل جدا، الشغل عن طريق حل الكباتشا فقط وبطريقة سهلة جدا. ده شكل الموقع شباب من الخارج. هنيجي للتسجيل في الموقع. من هنا بنحط الايميل والباسورد، وهات الباسورد لازم يكون الباسورد جديد يا شباب، يكون فيه حروف وارقام عشان يقبل معاك يفتح معاك التسجيل. بعد كده نيجي للدخول يا شباب، بنحط الايميل والباسورد وبنعمل تسجيل دخول. دي الكباتشة يا شباب، نعمل هنا يجيب لنا نوع كباتشة، نعمل هنا يجيب لنا نوع تاني، اختار اللي تريحك وتقوم جاي حلل الكباتشة بالشكل ده. وبعد كده بنعمل دخول. انا لسه مسجل في الموقع النهاردة معاكم، شفت له شرح وموقع يعني ممتاز، وشايف له اثبات سحب. طريقة الشغل على موقع الشباب تصلح للمبتدئين، موقع سهل جدا. هنترجم كده بالشغل باللغة العربية. بعد كده يا شباب دي اللوحة بتاعتنا من الداخل، زي ما انتوا شايفين هنا بيقول لك اضافة اموال، دي بترفع لك سعر الضغطة، وهنا تاريخ الدفع، وهنا التاريخ المالي في اليوم الواحد، وهنا تحويل الاموال الى حساب اخر. هنخش على المالية كده يا شباب. هنخش على كلمة طلب دفع دي يا شباب. من هنا هتلاقي عندك النظام هيجي بالشكل ده يا شباب. دي العملات اللي بيدعمها المحافظ، زي ما انتوا شايفين كلها 50 سنت، مفيش الا البيتكوين بيقبل من 1 دولار 50 سنت، حتى البير من 50 سنت. الأول بتخش على العملة بالشكل ده، بتحط عنوان المحفظة بتاعتك، بتعلم عليها كده مثلا بيتكوين، بتعلم عليها كده اهو، بتحط هنا العنوان بتاعك او بير، بتحط هنا العنوان بتاعك، اي عملة تعلم عليها بتحط العنوان بتاعك، وبعد كده بتعمل طلب سحب. لما يوصلك لما يكون عندك مبلغ ال50 سنت. تمام يا شباب. طريقة الشغل بقى على الموقع، هنيجي هنا ايه بدء العمل، هي دي طريقة الشغل يا شباب. عندكم هنا 45 كباتشة، كل 45 كباتشة بيضيف لك الأرباح بتاعتك. بتدوس هنا كده اهو يا شباب، أول حاجة بيجيب لك الرقم ده اللي هو فوق هنا ده، بناخده كده ونعمل بدء زي ما انتوا شايفين حسبه. بعد كده بناخد الكباتشة بقى بنحلها، يعني 2 9 2 7 4 8 0 5. في ناس بتبقى سريعة في الكيبورد على فكرة في الكتابة، تقدر تستفيد من الموقع ده كويس اهو كده، حسب 2 وهكذا يا شباب. بتفضل تنقل الكباتشة دي لحد ما توصل 42، وبعد كده بيضيف لك الأرباح بتاعتك في رصيد السحب. دي طريقة الشغل على الموقع ده يا شباب. وكده مفيش حاجة تاني غير هي الطريقة دي من الربح في الموقع ده يا شباب. موقع سهل جدا وموقع للمبتدئين، والربح فيه الحد الأدنى فيه بسيط جدا. وده كان موقعنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو يا شباب ياريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.